الله الرحمن الرحيم. الحديث عن الوقف حديث عظيم وشجون، والوقف من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من المسائل العظيمة في هذا الدين. واليوم الإنسان حينما يوقف أي وقف فهو يقدم لنفسه كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ونبينا عليه الصلاة والسلام رغب في عموم الصدقات، والوقف هو جزء من الصدقات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر الصدقة جارية والوقف صدقة جارية. واليوم نحن في إدارة الأوقاف السنية حقيقة نتشرف أن نكون ضمن هذا الطاقم الذي يدير أوقاف المسلمين الذين أوقفوا وحبسوا هذه الأوقاف، وما هذه الأعمال التي تقوم عليها إدارة الأوقاف السنية بما يسمى بالتنمية المستدامة إلا من هذه الريوع، ريوع الأوقاف الخيرية. وتعلمون أن الأوقاف متعددة مصارفها، ففي أوقاف على المساجد، وأوقاف على الحديث والتدريس، وأوقاف على عموم أعمال الخير. اليوم نحن نعمل على تكثيف الجهود في إيصال هذه الخيرات التي أوقفها المسلمون في السابق وفي الحاضر من جملة أعمال الخير إلى مستحقيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع عملهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأوقاف وأن يعيننا جميعا على أداء هذه الرسالة.